بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا موتور اوبير سوينغ 3 سلندر اوبير كورساسي. شنو راكم المكونات نتاعو؟ مناش يتكون وشنو اللي فيه بالضبط؟ الموتور هذا احنا محطوط حطان تو مفرك، هو غير انا باش نوريكم الحدث اللي فيه بالضبط. عندنا هذايا من فوق يسموه كاشفة، عندنا قبل كل شيء عندنا هذايا بوبين اللي هي تمشي فيها البوجيات، بوجيات يجوا لطر، هذه بوبين، هذه كاش، هما كلهم لطر، هذه كاش سباب اللي هو الإطار الثاني، هذوما دو ضرب عكام، وبالبنيون، هذه بنيون ضرب عكام تجي فيها الشان، تجي فيها السلسة، تجي فيها الكاتينة، هذه بنيون منها بنيون منها، هذوما دو بنيون. هذا هما دوز أربراكام، أخذ هي دوبل أربراكام، البير سوينغ دوبل أربراكام، هذا هما دوز أربراكام، هذه من هنا عندنا بولي بولي بومبا هو، هذه بولي بومبا هو قلنا، هذه بولي بومبا هو، هذه بولي موتور، هذه بومبا هو طرمبة الماء. هذه بومبو، هذه هذه فيها التوربين لابس عليها، معناتها لابس عليها طمبة الماء. هذه من هنا طمبة هيكم، هذه اللي تركب فيها البولي في نفس الوقت تدور بومبوي، تنور هيك كيف تدور بومبوي. هذه كاش نتاع الشان، قطع الشان اللي هي قدام، خاطر الشان بعد يجي هنا تمشي هنا سلسلة تمشي مع الموتور مع المحرك. هذا من هنا كل اكتر نتاع الادميسيون اللي فيه الانجكتورات، فيه الانجكتورات، شوفوا واضح، هذا ما الانجكتورات اللي هنا ترو سيلندر، هي ترو انجكتور. هذه كور بابيون اللي هي التكسيلاري، هي كور بابيون، هذا ما ترو انجكتور، عندها كارت نتاع الكالكيلاتور نتاعها تركب هنا. عندنا الشان هذه كما قلت لكم، الشان جي هذه هنا معها طوندير، طوندير من اليمين وطوندير من اليسار، عندنا زوج طوندرات، طوندير من اليمين طوندير من اليسار. هذه الشان نتاعها انه من هذه نتاع تروا سيلندر، الشان نتاعها جي حديد. عندنا هذايا المانو نتاع الزيت اللي باش يقيسوا به الزيت. عندنا هذايا كيلاس تو نحو، وعندنا هذايا تو نجيبو من هنا الكاميرا شوية نجيبو منا. عندنا هذايا الكاتاليزر اللي هو منه شكمو منه كاتاليزر، منه شكمو منه كاتاليزر، يعني فرد مرة يعني. هذايا كاتاليزر نتاع البير سوينغ، تشوف فيه كاتاليزر، هذايا فيه صوند لامدا، هذي اللي يسمعو بالصوند لامدا، هذي صوند لامدا. هذايا هنا كولكتور كامل يجي يعني وقت ناحا، منه كولكتور منه كاتاليزر. بعد ما نحطو واحد، هذايا كيلاس، احنا كل السلعة هذي كلها محطوطة هكا. هذايا كيلاس، هذايا كيلاس اللي هو فيه السوبر باد وفيه كل شيء. هذايا البلوك، هذايا البلوك، طبعا البلوك فوسطو الفيبركان وفوسطو البيستونات وتحت منه الكارتير. البومبوي يجي في الكاش نتاع الشان، البومبوي ما يجيش في الكارتير في اللوبان سوينغ هذا. هذه في ناس من هنا عندنا لومبرياج، هذيك البوات من هنا عندنا لومبرياج، هذه هي لومبرياج ديسكو بلاتو بيتي والفولوموتور يركبوا من هنا من تالي، وحداهم الفي حداهم الفيترويد اللي هو هذا، وهذه هي البوات نتاعها، هذه هي البوات نتاع لوبان سوينغ. البوات نتاعها نتاع البير سوينغ، فيتاس هيجي من هنا على جنب، هذه الفيتاس نتاعها، وهذه البيتي نتاعها بالزيت ديريكت بومب بيتي هنا فيها، واضح عامين. توا باش نوريكم كلهم حاجة حاجة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور اوبير سوينغ كورسا بي، ركبنا له موتور تو باش نعملوا عليه نظرة نشوفوا شنو حواله شنو هي الحالة نتاعو. خدم ها نشوفوه تبارك الله يخدم لاباس عليه. صلي على النبي. هكا شوفوه ما شاء الله جديد. أموره لاباس الحمد لله. تو هكا نعمل هكا نستنوا اللي يسخن وتخدم المروحة ونشوفوا، رغم اللي استنيناه احنا خاطر علاش المرة الأولى المروحة ما خدمتش إلا ما بدلنا المانو نتاعها، لما بدلنا له الحساس نتاعها باش خدمت لأن سخنت. علاش أنا نطلب التركيب عندي أنا باش كما نخرجوا من هنا إلا ما يكون أمورهم كلها منظمة، المروحة تخدم، الحرارة عادية، كل شيء يبدأ عادي باش نجم نطمئن عليه ويكون يمشي لاباس عليه، خاطر باش ما يقعدش بعدي يعاني. زاد انا لقينا فيها غطه زاد شويه، كملنا بدلنا لها مضخه البنزينه بامب اسونس باش ولا الموتور مرتاح ولا اكسيلاري عادي. وعنده الكارته زاد حتى هي الكارته القديمه عنده عامله ماس مضروبه، بدلنا له واحده اخرى وتركحت الحمد لله سبعة توا لا باس. شوف فيه الموتور ما شاء الله يخدم. إن شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه يخدم خليه.